النهارده في مطبخ ستات ما بيعرفوش يكدبوا ولا يطبخوا. صديقه عزيزه جدا عليا الفنانه جميله زيزي سالم. انا عايزه اقول لكم ليه هي موجوده النهارده. هي ما بتظهرش في البرامج وما بتجيش ضيفه وما عندهاش الكلام ده خالص، لكن هي انا وهي حصل بيني وبينها تليفون. قالت لي بقول لك يا مفيده، انا موضوع الناس اللي بيطبخوا عندك سمك ده مضايقني جدا، لان انا اسكندرانيه وعايزه اعلم الستات بجد اللي بيعرفوا يطبخوا سمك ازاي يطبخوا سمك. اسمحي لي، قلت لها عشان خاطري تعالي عندنا نورينا البرنامج. فقالت لي حاضر، عشان خاطر عيون الستات انا هاجي اعلم الستات ازاي يعملوا سمك اسكندراني بجد بحقه حقيقي. زيزي أهلا سالم، اهلا بيكي منورانا. واللي ما اكلش سمك عند زيزي يبقى ما اكلش سمك في سمكمك. ما في اللي ما اكلش سمكمك. فانا قلت الحقيقه، يعني انا قلت سبب ما انت موجوده، لان ده تليفون حصل بيني وبينك حقيقي. صح. وانت جيتي قررتي انك تعلمي، انا عايزه اعمل لكم اكل بقى سمك بجد. يلا انطلقي بقى. عينيا ليكم. انت الاول نوع السمك اللي هتعمليه لي النهارده ايه؟ قاروص. قاروص. والمقادير ممكن نقولها؟ ايوه قروصاية. ها؟ وهنحضر معانا هنا كزبرة خضراء. ها؟ عود كزبرة خضراء. أوكي. وعود شبت. أوكي. وتوم وملح وفلفل أخضر. وفلفل أخضر. أنتي ليكي طريقة في غسيل السمكة؟ أيوة. عشان أنا أعرفها. إيه بقى؟ تعالي بقى مع بعض. بصي القروصاية دي هتتفتح من الجنب. تمام. وتتفتح من هنا. ها. وبعدين لما تتفتح. ايوه بصي حضرتك، بصي بيضه بفله. بصي ايه بقى؟ سكينه. إيه؟ سكينه وتحكي الدم ده. يعني الدم ده لازم يخرج منها. عشان الدم بيزفر السمكيه. طب زيزي انا وانا واقفه على الحوض. أيوة. اعمل الكلام ده؟ ايوه. ولا وانت واقفه على الحوض بميه بس السمكه من هنا. وبعدين تشق من هنا وتبتدي ايه بالسكينه اقوم افضل اعمل كده اشيل الدم ده. ايوه تشيل الدم وبعدين تشطفيها كويس. تتنقع في ملح ولا في اي حاجه ولا خلاص؟ لا لا لا. غسيل كويس هي بس كده. تمام. وبعدين السمك ما يتمسكش كتير عشان ما تزفرش. ما يتمسكش. ما يتمسكش كتير عشان ما تزفرش. ولا احط له ملح زي ما بيعملوا ولا اي حاجه خالص. امال اعمل ايه؟ يعني بصي حضرتك السمكه عامله ازاي؟ فل. شوفي عامله ازاي. بس دي تحت الميه بس. تحت الميه بس. طيب وبعدين ما هو لازم بقى كمان السمكه نوعها قروصايه. ايه بقى اعرف منين هي صاحيه كده؟ صاحيه هي. بصي حضرتك بصي السمكه لحم ابيض تلاقي بتاعت. اللحم ابيض ولحم جالس. مش طري كده. ساعات ايوه مش. هتلاقي السمكه كده بصي عينيها كمان. شوفي عينيها عامله ازاي. والسمكه نفسها هتلاقيها جامده. طيب هنعمل ايه بقى؟ تعمليها ازاي؟ غسلنا السمكه. خلاص. معلش انا هقلع الخاتم ده. هو هات البسه. بصي دي عود كزبره خضراء. وعود شبت. وملح. وفلفل صغير يعني فلفل اخضر. اوكي. وتوم. ده جميل. ده الخلطه بتاعتك. دي الخلطه بتاعتها اللي هي هتحشي بيها السمك. هنحط الاول لما تيجي تستعملي الملح الخشن. تمام. ملح الخشن ده بيبقى طعم قوي في الطبيخ. حلو جدا في السمك بالذات. في السمك بالذات. وحتى طبيعي. في الاكل برضو. بصي هنجيب كده رشه ملح بسيطه قوي قوي كده هو. اوكي. نحط كده في البطن برضو بتاعها شويه كده. تمام. ونقلبها كده برضو هنملحها كده شويه. جديده الملح الخشن دي. ايوه جميل قوي في الاكل. الخلطه بتاعتنا اهي. ادي الكزبره الخضراء والشبت والشبت والثوم والفلفل الاخضر والملح. أوكي. مفيش كمون بقى؟ لا لا ثوم بس. لا ثوم بس. شوفي بصي نبتدي نعمل كده نشبع السمكايه. انت شقاها من الظهر بتاعتي. ايوه تشقيها عشان تشرب الخلطه بتاعتي. وبعدين هناخد كده في القلب كده هو ونحط برضو الخلطه كده برضو. شوفي هنشبعها كده. الخلطه دي هي دي الخلطه السريه بتاعه السمك ده. الخلطه الجميله الحلوه اللي بتدي العارفه الصحيه. وبتدي طعم جميل جدا. الكزبره الخضراء جميله قوي قوي في الاكل. طبعا حتى تحطيها في الباميه وتحطيها في الملوخيه. بقول لك ايه، ما انت تعملي كده ما نعمل لك الرز وفي الكوسه. طب يلا نعمل إيه رأيك؟ الرز نعمله الرز يلا. انت بتعملي الخلطه دي في السمك انت طالبه مع الرز. الرز برضو بتاعك ليه مواصفات خاصه. ايوه ممكن انا اعمله لك بس انت تقولي لي ادي رز مقاديره. ايه بقى البصل الاول؟ هنحط الزيت. انت عم بس الاول المقادير. رز المقادير 4 كوبايات رز. وتوم مش كتير يعني 2 توم بس. ماشي. وايه تاني؟ وبصلتين. وانا شايفه ان انت جايبه حلتها وجايبه حاجات. لا مستكه وفلفل ابيض وملح. طيب ايه اول حاجه ابتدي فيها؟ انت عايزه الزيت. هاتي الزيت. زيت الذره. فلفل ابيض. فلفل ابيض. ما يكونش اسود. فلفل ابيض مريح للمعده. فمع الرز يبقى اريح. جميل. ومع كل الاكل. طيب كويس. انا ما استعملش بحس ان هو حراق شويه اكتر. فلفل ابيض. لا بالعكس. جميل قوي. طيب انا اشوح لك ايه بقى هنا عقبال ما انت تعملي؟ هتشوحي البصل.
طيب يلا بصل اهو. طيب انا هشوحه لك ده عقبال ما انت تعملي بقيه السمك. طيب ماشي. لكل اصدقائنا عشان يتعلموا، انا بعمل دلوقتي الرز عشان نلحق الوقت. يبقى احنا معاكي بقى الزيت الكاميرا كده. الصينيه دي ها هنحط فيها البطاطس اهي. انت بطاطس كور عاديه؟ بطاطس هي بيقولوا عليها بطاطس قورمه صغيره. صغيره زي البصل القورمه. تستوي على طول تاخد سوى السمكه. تمام. نحط البطاطس كده وبعدين بنفس الخلطه اللي انا حشيت بيها السمكه. كزبره خضراء وشبت اعملوا معايا. لا كزبره خضراء وشبت بس وثوم وملح وفلفل اخضر. شوفي بقى حضرتك، بصي هنحط رشه ملح كده بسيطه. هنتبل ايه البطاطس كده بنفس الخلطه بتاعه السمكايه عشان تاخد نفس طعم ايه السمك. طب السمك بيستوي في تلت ساعه تقريبا. تلت ساعه. البطاطس هتستوي. شوفي نفس الخلطه. هناخد الزيت لو سمحتي. اتفضل. شكرا. اعمل لك انا احط لك زيت شويه كده. ايوه كمان. انت قولي لي خلاص. ماشي اوكي انا هقول لك بس كفايه. شكرا. شفتي ادي احنا ايه شربنا ايه البطاطس بنفس الخلطه بتاعه السمك، الكزبره الخضراء والشبت والفلفل الاخضر والثوم والملح. وانا بشوح البصله لغايه ما تاخد لون كده وبعدين ايه احط معاها ايه الثوم. لا اما تحمر البصله خالص بس. طيب. عشان الثوم ما بياخدش سوى البصل ما بيتحملش. طيب شوفي احنا كده عملنا ايه اهو. ادي البطاطس كويس وادي السمكيه هنحطها كده في النص كده كده اهو. وبعدين فلفل عشان نلحق الوقت بتاعنا. لا هي الخلطه فيها الفلفل فيها كل حاجه. ما بتحطيش زيت على السمكيه بقى؟ هنستعمله في الرز ولا اللورة؟ اللورة هنستعمله للرز. في الرز. طب اذا هندخلها الفرن. بصي هناخد برضو شعره كده ايه. بتحطي زيت على السمكيه ولا لا؟ بنحط زيت. بنحط زيت ذره او زيت زيتون، يستحسن يكون زيت زيتون. طيب كمان علشان نلحق الوقت بتاعنا اهو خلاص كده. احنا انا هعتبر ان البصله ممكن تكون بتستوي. تحمر البصله تحمر تحمر قوي وبعدين. بس قبل ما تحمر قوي هنحط لها ايه الثوم. الثوم وبعدين. أيوة. ممكن نعملها بعدين. هنحط مستكه بسيطه اهي. بصي اهي اثنين او ثلاثه. اثنين مستكه وهدي حبه الثوم واسيبه بقى يشتغل كده. ايوه طيب لغايه ما السمك هيدخل الفرن لمده ثلث ساعه يا زيزي. طيب السمك هتدخليه الفرن. طيب احنا هندخل السمك. احنا هندخل السمك ثلث ساعه. ايوه هيطلع بالمنظر ده. أيوة. مظبوط. والبطاطس في الاثناء دي البطاطس هتاخد. بصي هنحط على الصينيه دي اللي هو الورق الفويل. هنقفله بالفويل. ايوه طب احنا طول الثلث ساعه ولا تفتحي قبل ثلث ساعه؟ انت بتفتحي قبلها تشوفيها هي بتلاقيها بتنزل ميتها السمكيه. وبعدين بتنشف. بعد ما تنشف تخليها تفتحي الورق وتاخد وش لون بس. تمام. انت هيطلع نفس كده بالظبط. انت محضره سلطه خضراء عاديه جدا. ايوه منها ايه؟ انا شايفه انك عامله خس. ايوه خس مقطعه. ايوه والطماطم. وادي طماطم. والخيار. والخيار. ايوه ايه تاني؟ والجرجير. والجرجير. جرجير اهو. جرجير الله. ايوه وكرنب. وكرنب كده. ايوه كرنب احمر. وهتحطي يعني بسيط قوي كزبره خضراء. كزبره كده. وايه دي بقى؟ ايه المعجون ده؟ ده نعناع مع توم. واحده توم بس. واحده توم نعناع وتوم. وقوم حطها كده. ايوه صح. احط زيت. انا قطعت كده برضو الشبت. طيب. مع الكزبره الخضراء بتجيب طعم حلو قوي. حلو ده في سر في السلطه دي. تاكليها هتعجبك. شبت ونعناع. طب وبتحطي زيت او زيت او هنا نحط زيت كمان شويه. نحط حبه زيت عشان نلحق الرز. صح كده؟ ايوه شغال انا؟ صح كده. طيب تمام كده. اسمحي لي بقى اطلع بس. لا ما انا بحاول بقدر المستطاع. ما بقاش شكلي يعني. السلطه ادي السلطه. تبلتيها بايه بقى؟ ملح. حطيت انا واحد توم بس. توم مع نعناع. شويه ملح صغيره. شويه ملح تاني صغيره خالص برضو. انت بتحبي تطبخي بالملح الخشن؟ جميل قوي قوي. ده بيدي طعم مختلف جدا برضو. الشبت. الشبت جميل جدا. الخضره حلوه قوي. تحطي خضار من كل حاجه للسلطه دي. احط زيت. حطيت الطماطم. حطيت. كده ما فاضلش غير الزيت. الليمون. عصير الليمون والزيت. نحط زيت. جميل. طيب. مع الثوم ده بيديها طعم حلو قوي مفيد جدا. طبعا مهم جدا. احنا والنعناع. احنا هنعمل الرز. أيوة. وهنطلعه لكن علشان الوقت بتاعنا اهو. الزيت كده الشكل بتاعنا النهائي. ادي السمكه بالبطاطس. بصي السلطه. بصي شوفي السلطه. بصي
بس خلاص. طب الرز بقى قبل ما الوقت يخلص، الرز بتضيفي له ايه بقى بعد البصل والثوم اللي حطيناه؟ بحط له كمان ورق لورا وهنحط الرز. وانت حاطه هتحمر البصله هتحمر شويه تبقى يعني لونها يعني غامق شويه، وتحطي الميه بس بس تغلي شويه الميه تروحي حاطه الرز فيه. المهم الرز. النفس طبعا. ودي ده الشكل النهائي. النفس ايه؟ النفس ابقى اعمل لك الحاجه بحب. صحيح. هو ده النفس. هو ده اللي بيبقى. شوفي السلطه بتبقى جميله قوي كده بقى. والشكل النهائي للسلطه. أيوة. طازه. سلطه رائعه. والسمك. أيوة. وطبعا ده السمك ده هنحطه فويل وندخله الفرن. أيوة. تلت ساعه. تلت ساعه هيطلع بالمنظر ويتكشف قبل ما يتبقى. بتبقى طعمها جميله قوي قوي، وسمكه هي كمان صحيه وجميله يعني اكل صحي. انا بشكرك وبشكرك مره تانية انك نورتينا. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. ربنا يخليكي. ميرسي يا مفيده مدام زيزي سالم، نورتينا وشرفتينا. وبكره وحلقه جديده والستات ابدا ما بيعرفوش يكذبوا. We'll be right back.